في العراق ظل سؤال دور المرجعية الشيعية في الحياة السياسية محل جدال بين النخب في الداخل والخارج، إلا أن نقاطا فاصلة تدخلت فيها النجف طرحت أسئلة حول ما إذا كانت الحوزة هناك تسعى للخروج من الخطوط التي رسمتها لنفسها سابقا ولتصنع إطارا جديدا يشبه ولاية الفقيه في إيران ولكن بنسخة عراقية. هذا تقرير علي هاشم من النجف. لهؤلاء عالم مصنوع من حزن ودموع. إنها الهوية التي صاغت شخصيتهم السياسية لقرون. لا يقوى المسلمون الشيعة على مغادرة حال المعارضة التي باتت جزءاً من فطرتهم، وإن كانوا في قلب السلطة. هو حال مرجعيتهم العليا في النجف. أضحت صاحبة قول في القرار العراقي، ومع ذلك تختار لدورها حجاباً تتوارى خلفها. تغلف النجف دورها في الشأن العام العراقي بطبقة سميكة من الفتاوى تفصل بين الإرشاد والنشاط. هي تصف ما تقوم به هنا بالنصح الأبوي، لكن التحول في التأثير خلال السنوات الماضية يدفع البعض للقول إنها باتت تجمح أكثر نحو السياسة. تدخل أو فاعلية تأثير وتأثر المرجعية في السلطة السياسية غالبا ما يعتمد على سطوة ودكتاتورية المركز، فإذا كان المركز على أشد قواه ودكتاتوري كما كان في العهد السابق قبل 2003 هنا تضعف وتيرة التدخل. في هذا الزقاق في شارع الرسول المؤدي إلى ضريح الإمام علي بن أبي طالب يعيش المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني. في هذا البيت صنعت قرارات قصور بغداد. فهل بدأت النجف بالتحول إلى ولاية فقيه عراقية؟ هناك ولاية فقيه برزخية، بمعنى أن هناك تدخل في بعض الأحيان وتوجيه مباشر في بعض الأحيان، أو قد يكون هذا التوجيه بطريقة غير مباشرة في أحيان أخرى. الإرث النجفي لا يرغب بالتدخل بالحياة العامة بشكل عام، أقول مع وجود استثناءات في التاريخ الشيعي كثيرة. شروط المرجعية للتدخل بالشأن العام ووجود أمر هام وخطير، وجود من يطلب فتواه، وأن فتواه لا تكون ملزمة إلا على من طلب الفتوى. هذه الشروط الثلاثة هي وضعت لضمان أن تكون فتوى المرجعية، أن لا تكون فتوى المرجعية حبر على ورق. خلال السنوات الماضية حضرت النجف في ثلاثة قرارات كبرى ومصيرية في العراق: صياغة الدستور بعد الاحتلال الأمريكي، وفتوى الجهاد التي أسست الحشد الشعبي بعد غزو ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق شاسعة من العراق، وليس آخرا منع التجديد لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لولاية ثالثة. السيد السيستاني كما كل علماء الشيعة يعتقد بأن له دور أخلاقي إرشادي في الأمور التي تهم الناس بشكل عام، لكن الأصوات التي بدأت تتعالى ضد تدخل المرجعية في الشأن العام حتى على يعني بمستوى الإرشاد والنصح، الأصوات بدأت تتعالى أيضا. تتمنع النجف عن القيادة وإن كانت في الواقع تشارك بها. يسعى رجال الدين هنا للتأكيد على مسافة بينهم وبين السياسة، يفضلون ذلك خوفا على الهالة التي أحاطوا بها مؤسساتهم لأجيال. لكن فوضى العراق أصعب بكثير من تلافي آثار الغبار. بعد أحداث احتلال العراق بعد عام 2003 وجاءت الديمقراطية، ورأت الديمقراطية أن الأكثرية هي الحاكمة، وبما أن الشيعة هم الأكثرية فلا بد أن يحكموا، والشيعة ينتمون إلى المرجعية فلا بد الآن المرجع أن تتدخل، إما للتوجيه وإما مجبرة أن تتدخل. إيه مجبرة؟ لأن الكرسي أصبح كرسي شيعي. طبعا للمرجعية خطان في التدخل، إما صلاة الجمعة إعلام مباشر وإما بالاتصال الهاتفي السري. في العقود الأربعة الماضية
كانت المقارنة بين حوزتي النجف العراقية وقم الإيرانية تقوم على أساس أن واحدة منكفئة عن السياسة والثانية دينها عين سياستها. صحيح أن العناوين التي تطرحها كل حوزة تعكس فارقا كبيرا في مقاربة المشاركة في الشأن السياسي، لكن ماذا عن الجوهر؟ أن الدين في العراق أما أن يكون هو الحاكم فعلا ويتدخل ويحكم ويعطي رأيه النهائي ويسيطر على الأمور بحيث لا تحسب عليه أي نقطة مثلبة أو أي نقطة سلبية، وإما أن لا يتدخل نهائيا. هذا ما حصل على طول الفترة الموجودة آنذاك منذ تكوين المرجعية في النجف إلى يومنا هذا. في النجف أربعة مراجع كبار على رأسهم السيستاني، قد يتفقون ويختلفون حول مدى التأثير الذي يمكن لهم أن يصنعوه، لكن هذا لا ينفي أن النجف اليوم وإن لم ينعكس على أهلها هذا التأثير فهي أكثر حضورا من أي يوم مضى. علي هاشم، BBC، النجف.